أهلا بكم من جديد. بداية وبدعوة من فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد شي جين بينغ، يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة ابتداء من الاثنين 17 جويليا الجاري. الزيارة تدخل في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجدرة وتقوية التعاون الاقتصادي بين الشعبين الصديقين الجزائري والصيني.